السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير، ان شاء الله رب العالمين. معنا فيديو جديد ومفيد عن الزراعة ان شاء الله رب العالمين. النهاردة كيفية غسيل الرمل للزراعة. طبعا احنا عارفين ان غسيل الرمل قبل الزراعة له اهمية كبيرة جدا في تحسين جودة التربة وازالة الشوائب والمواد الغريبة اللي بتكون موجودة في الرمل. طبعا دلوقتي هنتكلم عن بعض الاسباب اللي بتجعل غسيل الرمل ضروري جدا. ازالة الاملاح اللي قد يحتويها الرمل على نسب مرتفعة من الملوحة والاملاح الضارة بالنباتات. طبعا احنا بنغسل الرمل وده بيتم ازالة الاملاح وتخفيض مستوى التلوث الملحي اللي بيكون موجود في التربة عفوا، وتحسين تهوية التربة، لأن التربة الرملية قد تحتوي على شوائب عضوية أو غير عضوية تسبب انسداد المسام طبعا في التربة وتعميق تدفق الماء والهواء بغسيل الرمل. طبعا بيتم إزالة هذه الشوائب اللي بتكون موجودة في الرمل، ويكون موجود معانا إن شاء الله بعد الغسيل تربة أكثر تهوية وصحية وتكون مفيدة جدا 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 للنباتات بتاعتنا. تحسين تصريف الماء للرمل، التنظيف بيساعد على تحسين تصريف المياه وتجنب تجميع المياه وتشبع التربة بالماء. بيساعد طبعا ده في تجنب مشاكل تسرب الماء وتجمع الملوحة في التربة. بيكون تقليل التلوث الكيميائي اللي قد يحتويه الرمل وبيسبب أضرار مثل الأحماض والمعادن الثقيلة اللي بتكون موجودة. طبعا بغسيل الرمل بيتم التخلص من هذه المواد الضارة وتقليل تأثيرها السلبي على النباتات. طبعا احنا بنغسل اكتر من مرة. كيفية الغسيل ان احنا بنغسل اكتر من مرة بوضع كميات من المياه على الرمل. بنحط الرمل في وعاء وبنضيف الماء على الوعاء بكمية كافية لغمر الرمل، وبنقوم بتحريك الرمل زي ما حضراتكم شفتوا في الماء بلطف باستخدام اليدين او آلة لتحريك تفريغ الشوائب. اترك الرمل يستقر لبضع دقائق حتى يترسب الشوائب في قاع الوعاء، وبعد كده بنقوم بصب الماء العكر ببطء وحفاظ طبعا التربة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها. وبالشكل ده بعد انتهاء طبعا التصريف بتكون معانا التربة جيدة ان شاء الله رب العالمين ان احنا نقدر نستخدمها. تقدر تضيف لها بقى حضرتك اي تربة، سواء تربة عضوية موجودة من مخلفات الحيوانات والطيور، طبعا بنخلطها معاها عشان تحسين التربة الرملية، او اضافة جذوع. طبعا عندنا جمار، حاجة اسمها الجمار اللي هو الداخلي للنخل، بنقوم بعملية فرك ليه لما بيكون ناشف وندوبه مع التربة الرملية زي ما انا عامل كده حضراتكم. وده بيساعد طبعا ان احنا بيكون عندنا تربة جيدة جدا، جيدة الصرف، ما فيهاش املاح، جيدة التهوية، وبتصلح لأي زراعة وبتكون كويسة جدا، سواء بإضافة العناصر اللي احنا ضفناها ايا كانت العناصر اللي انت بتضيفها، وبيكون معاك تربة جيدة جدا جدا. واي استفسار تحت امر حضراتكم خاص بالزراعة، وان شاء الله يكون معانا فيديوهات جديدة وحصرية خاصة بالزراعة بإذن الله. وطبعا الوعاء زي ما حضراتكم شايفين انا حاطط فيه كيس من الخش تحت. خالص تحياتي لكم، وانتظرونا فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.